السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم الطريقه ديال بالنسبه للناس اللي كيبغيو ينظفوا المقعدات ديالهم الاسلحه ديالهم، ما كيزعموش باش يفكوا السلاح كيخافوا ولا ما يرجعوش كيما كان. نبداو على بركه شي لا كنبداو بهذا الجزء هذا، كندورو هاد اللعيبه كنحيدوها. من بعد كنحيدو هاد العود هذا اللي هنا، الخشب اللي هنا، موراها كنجبدو هادي كنطلعوها كاملة كنجروها عندنا. هادي باش كتجر، باش كتخوي بيت النار كتحيد هاد الجرة، ها كتجرة كتخرج كتجر هادي حتى هي، هادي كتحيد. ها نتوما كيما كتشوفو راه فكنا. دابا طريقة التنظيف، ناخدو زيت ماكينة، ناخدو طريف ديال كلينيكس، كنخويو الزيت شوية الزيت ماشي بزاف، كنبداو في التنظيف كل جزء بوحدو. هانتوما كتشوفو الأوساخ كتخرج، كنطفو لي كانو ديالو لاكان. بارود كيبقى لداخل ضروري من التنظيف. نزيدو عاوتاني شوية زيت، ممكن نضفو بيت النار، شومبر فايل، روم فايل. كنطفو حتى من الخارج ديال حيت الزيت كيمنع السطا. ودابا من بعد ما نظفنا السلاح ديالنا غنبداو في عملية التركيب ديالو. كناخدو هاد الجزء هدا هو الأول، ناخدو هادي، هادي كتمشي بحال هكا تركبها، ناخدو هادي كرطوها الباص، من بعد ما كنركبو هادي باش كتجر باش كتخوي بلاصة النار ولا كتشارجيها، كناخدو لاكان هي هادي،
هانتوما تشوف الطريقه، كتهزوا لاكان خاصها تدخل من هنا ومن هنا من هذا المسمار اللي كيلفو، تدخل من هنا وتدخل في المسمار اللي كيلفو كتهبطوا كتوركوا عليه كتهبط. دابا كدير العود ديالك الخشب ديالك كتهبطوا، كتاخد هادي المفك ديال البراي كتركبو، هانتوما كما كتشوفو العملية تمت بنجاح. شكرا.